صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أكل لحوم الغنم التي تأكل النجاسة، وما حكم شرب لبنها؟ هذا في حديث أنه نهى عن أكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطيب حتى يزول عنها تغذي بالخبيث. نعم، من الغنم وغيرها، والجلالة هي التي تأكل النجاسة. نعم.